لأنك حبيبتي وحلمي اللي غاب، قلبي بيرفض يبطل عذاب، وكل اللي غايب تملي بينساه، ودايما يفكرني بيك الغياب، ودايما يفكرني بيك الغياب. كل ما بقدر يوم انساك برجع ادور واستناك، حابب تعبي لانه عشانك، رد يا بغل طلع عذاب، وكل اللي غايب تملي بينسى، ودايما يفكرني بيك الغياب. لأنك حبيبي وحلم اللي غاب، قلبي بيرفض يبطل عذاب، وكل اللي غايب تملي بينسى، ودايما يفكر بيك الغياب. بشوفك معايا ولو مش معايا، وادور وادور وعمري يفوت، تعبنا ولا مرة قلنا كفاية، ولا حتى يقدر يفرقنا موت، ولا حتى يقدر يفرقنا موت. بشوفك معايا ولو مش معايا، وادور وادور وعمري يفوت، تعبنا ولا مرة قلنا كفاية، ولا حتى يقدر يفرقنا موت. بشوفك معايا ولو مش معايا، وادور وادور وعمري يفوت، تعبنا بقدر يوم انساك، برجع ادور واستناك، حابب تعبي لانه عشان، راضي يا ابو قلبي انه معاك. نورت يا مدحت، البيت منور بأهل وفهمي. شوف يا فهمي، احنا جايين النهاردة أولا عشان نقول لك حمد لله على سلامة نهى، ومبروك رجوعها البيت. شكرا. أما ثانيا بقى، فآدم هيقولها لك. يلا يا آدم قول لعمك احنا اتفقنا على ايه. كنت عايز بس يعني أستأذن حضرتك إني أعمل دخلتي أنا ونهى إن شاء الله يوم الخميس الجاي. الخميس الجاي؟ ليه بدري أوي كده؟ خير وبر عاجل وفهمي، الولاد جاهزين. ايوه بس الفيلا اللي هيتجوزوا فيها لسه ما خلصتش. انا عديت على الفيلا ولقيت ان قدامها اسبوعين، فممكن بعد ما نرجع من شهر العسل يكون كل حاجه تمام ان شاء الله. سكت ليه يا فهمي؟ قول موافق، خلينا نفرح شويه.
بس بصراحة مش عارف إذا كان نوع هتوافق على الصربعة دي ولا لأ. اطلع اسألها ولا أقول لك بلاش أنت تطلع، خلي آدم يطلع عشان لو موافقتش هو هيقدر يقنعها. يلا يا آدم يا حبيبي يلا. بن جميل. احنا بنفكر نعمل الدخله الخميس الجاي. انت عارفه اني ما ينفعش نستنى اكتر من كده. ان شاء الله على يوم الخميس الجرح ده هيكون خف. بس في جرح تاني صعب قوي يخف. محدش سألك انت مستعجل قوي كده ليه؟ بابا فرحان فاهم اني خلاص عقلت. وابويا انا تقالي فرحان هو كمان حتى لو مش مبين. مش عارفه افرح بالبيبي اللي جاي ده عشان هيخليني ام، ولا خاف منه عشان هيرجعك ليا غصب عنك. مفيش داعي للكلام ده دلوقتي، احنا يا دوب نلحق نجهز نفسنا. قصدك ترتيبات الفرح يعني؟ دي مش مهمة خالص، أنا شايلة هم اللي بعد الفرح. روح أقول لهم إني موافقة الفرح يبقى الخميس الجاي، بس لازم أنت تفهم كويس قوي إن أنا لولا البيبي ده عمري ما كنت هدوس على كرامتي للدرجة دي. الشاي الأخضر اللي مش بتعرفي تنامي من غيره. ميرسي يا حبيبتي، تسلم ايدك. تليفونك هجيبهولك. خليه خليه. انت مش عايز تعرفي مين الأول؟ مش لازم. ده شريف 8 مسد كول. طب ليه ما بترديش عليه؟ ما تشغليش بالك انت بالموضوع ده يا تينا. اتفقتي مع مامته على كده؟ قالت لك تعالي قابليني وبعد كده قالت لك ابعتي عن ابني ما ترديش عليه؟ عشان كده ساكته طول ما احنا راجعين في الطريق. واقول لك مالك تقولي لي مفيش. طب كانت عايزاكي في ايه؟ تقولي لي كانت بتتعرف عليا. ممكن لو سمحتي ما تجيبيش سيره لحد. ماشي، بس مش هو ده الحل. الست ما غلطتش يا دينا، هي خايفه على ابنها وده من حقها. انا لو كنت مكانها كنت عملت زيها بالظبط. بعدين انا اصلا كنت ناويه اسيب شريف. طب ازاي؟ ازاي وانت بتحبيه هو كمان بيحبك؟ وانا بقى لما قعدت مع مامته فهمت اني مش من حقي احب حد اصلا. شريف لازم يعرف اللي حصل ده. دينا احنا اتفقنا مش هتجيبي سيره لحد. يعني انت عايزاني اتفرج عليكي وانت كده؟ انا هبقى كويس. لا، انت اصلا ما بقيتيش كويسه غير لما عرفتي شريف وحبيتيه وهو كمان حبك. ما هو عشان انا بحبه فعلا لازم ابعد عنه.
بس يا حبيبي انك صاحي، اوعى تكوني اتعشيت. لا ماليش نفس انام. ليه مالكش نفس؟ ده انا جايبه لك بقى معايا شويه سمك هيفتحوا نفسك. معلش يا ماما اتعشي انت. مالك يا حبيبي؟ في حاجه؟ بصراحه كده عمان ما بتردش عليا بقالها يومين. انت زعلتها في حاجه؟ خالص. جايز تكون فهمت ان علاقتكم مع بعض مش هينفع تستمر وهي بالشكل ده. يعني ايه بالشكل ده؟ يعني تكون فكرت وقالت يعني علشان يبقى في جواز يبقى لازم يكون في تكافؤ. تكافؤ؟ اه، وانت كمان لازم تفكر من اول وجديد. مش غريبه شويه؟ هو ايه اللي غريبه؟ يعني يا مان ما تفكرش في موضوع التكافؤ ده ولا تبطل ترد عليا غير لما انت تقولي لي ان انا ما ينفعش اتجوزها. ولا غريبه ولا حاجه. البنت دي لو كانت عاقله بصحيح وبتحبك زي ما فهمتني ما كانتش هترضى ابدا تورطك معاها الورطه دي. انت ليه مصممه انها ورطه؟ انا مصممه ولا حاجه. تصبح على خير. طب والسمك؟ سديت نفسي. ألف مبروك يا آدم. أنا كنت عارف إنك هتتجنن شوية في الأول، لكن كنت متأكد إنك هتعقل في الآخر. خلي بالك بقى من هنا لغاية ميعاد الفرح ورانا حاجات كتير قوي لازم نعملها، الثانية هتبقى محسوبة علينا. هاي بابا. ها حبيبتي. باركي لآدم. فرحه الخميس الجاي. أما أطلع بشر بيلا بقى. صحيح الكلام اللي بابي بيقوله دوت؟ اه. طب ازاي؟ وليه بسرعة قوي كده؟ ما كانش ينفع غير كده. شكلك مخبي حاجة عليا. مش فارقة كتير. طب ليه حاسك مش مبسوط؟ برضه مش فارقة كتير. عملت ايه نهى غيرتك بالشكل ده؟ لسه مش قادرة تحبيها. أو ومش قادرة أنسى جميلة. صعبان عليكي. أنت صعبان عليا أكتر. آدم أنت ما حبيتش غير جميلة ومش هتعرف تنساها بنها. أوكي؟ بعد إذنك. ازيك يا وفاء؟ عامله ايه؟ ازيك يا جميل؟ اتفضلي. عرفتي مكاني منين؟ بابا اخذ العنوان من مدحت منصور وكتبه على ورقه ونسيه على ترابيزه السفره. على فكره انا جايلك من وراه. يعني كمان عرف العنوان؟ وحشتيني قوي يا وفاء. انت كمان. قولي لي عامله ايه؟ كويس. مش باين. ادم خلاص هيتجوز نهى. على فكره انا اللي صممت على كده. ما كنتش عايزاه يخسر كل حاجه بسببي. يبقى خلاص ترجعي البيت، مفيش لزوم تقعدي لوحدك. صعب قوي. شكلي كده لا هعرف ارجع البيت ولا هعرف ارجع الشغل. وهتعيش ازاي؟ هتصرف بالقرشين اللي محوشاهم لحد ما ربنا يفرجها. قصدك لحد ما تاخدي فلوسك من بابا. تستغربيش، انا سمعت بابا بيتكلم مع ماما وفهمت ان ليكي عنده فلوس من زمان. كان نفسي ما تعرفيش حاجه زي كده. مش يمكن تكوني فاهمه غلط. بابا صحيح فيه عيوب كتير قوي بس مش ممكن يسرقك. انا
نفسي ابقى فاهمه غلط. جبت المعلومات دي منين؟ النبي وفاء بلاش نتكلم في الموضوع ده دلوقتي. بلاش ازاي يا جميله؟ انا سمعت بابا بيقول لماما انك ناويه ترفعي عليه قضيه. مش قادره اصدق ان انت تقفي قصاد بابا في المحكمه. هو ابويا وانت بنت عمي وصاحبه عمري، ماليش غيرك. صعبتي عليا قوي يا وفاء. قال لي انا كنت مخبي ادم عندك. كنت متاكد ان هو هيفرح بفضحتي. ليه كدبت عليا؟ ما صدقت لما انا طبيت عندك في البيت وهو مش هناك؟ ما تفهمنيش غلط، ادم كان مستخبي في الاوضه اللي جوه. كمان؟ هو اللي قال لي ما اقولش لحد. يعني هو عندك اهم مني؟ انا اعرفك من كام شهر. واعرف ادم من 10 سنين. ماشي يا عصام، خليه ينفعك. ايه رايك بقى ان انا مش هعرفك تاني اصلا؟ انت جاي تتلككي اصلا. جاي تثبتي لنفسك ان انا طلعت نادل وما ينفعش تصاحبيني. بس على العموم اطمني، انت مش هتشوفي وشي تاني خالص. انا خلاص اترفدت، يعني هتيجي الشركه ما تلاقينيش. واخوكي خلاص هيتجوز، يعني مش هحتاج اجي البيت عندكوا عشان اشوفه. ازاي بابي يرفدك؟ انا اصلا عملت كل ده عشان انت عملتي كل دوت علشان تلاقي حاجه تهربي بيها مني. تروحي للاستاذ ماجد اللي لسه جاي طازه من امريكا زي ما قالوا لي في النادي. طبعا هتهربي معاه من البلد كلها. حلمك القديم اللي جه لحد عندك وزغلل عينيكي بالباسبور وتذكره السفر. كان لازم تقنعي نفسك ان انت ما لحقتيش تحبيني الحب اللي يخليك تضحي بسفريه امريكا. كان الحل انك تضحي بيا انا شخصيا. بس ما تخافيش، انا هعرف انساكي، لكن انت مش هتعرفي تهربي من نفسك حتى لو هربتي من البلد كلها. ماجد عبد الحميد، مهندس بترول ومهاجر امريكا بقالي 5 سنين. اهلا وسهلا. والدي ووالدتي متوفين من زمان وما عنديش غير اخت واحده هي اللي باجي بزورها لما باجي مصر. برضو انا مش شايف ايه علاقه ده بموضوع الشغل اللي هنعمله مع بعض. ما انا الصراحه مش جاي لحضرتك عشان شغل. ما حضرتك جاي عشان ايه؟ انا جاي اطلب ايد بنت حضرتك اللي انا سدينا. بس دينا ما قالتليش انك جاي النهارده. ما هي ما تعرفش. انت جاي من وراها ولا ايه؟ غصب عني الصراحه عشان اجازتي قربت تخلص فقلت عايز انجز. تنجز؟ طب وانت لحقت تشوف دينا فين وتعرفها وقرر انك هتتجوزها؟ احنا تقابلنا في النادي وقعدنا مع بعض كذا قعده ومن ساعتها قلت ان هي البنت اللي فعلا انا عايز ارتبط بيها. طب يعني انت هتخطبها وتروح امريكا وهي تفضل هنا؟ يعني هتعرفوا بعض ازاي؟ لا ما هي ممكن تيجي امريكا. طب كليتها؟ مستر مدحت هي ممكن تكمل هناك الكليه عادي جدا. يعني تكمل هناك وانتوا مخطوبين وقاعدين في بلد واحده؟ سوري يا مستر مدحت بس الكلام ده قديم قوي حضرتك عارف. يعني احنا هنعيش مع بعض في نفس البلد بس مش بيت واحد، ممكن نعرف بعض وبعد كده نتخطب. ده هي كمان كانت عايزه تسافر من غير خطوبه كمان. بس انا اصريت على الخطوبه على فكره. والله كويس انك اصريت. طب ها اجيب اختي ونيجي لحضرتك البيت امتى؟ ما اظنش انه هينفع في الاجازه دي. نعم بنتي ما هياش تيك اوي، ما هياش حته بيتزا هتاخدها معاك وتسافر. وبعدين انا لسه ما عرفتكش كويس وما اظنش ان انتوا الاثنين لسه عرفتوا بعض كويس. ايه اللي جابك هنا؟ مفيش، كنت معدي جنب شركه باباكي فقلت اطلع اطلب ايدك منه. يا نهارك اسود، من ورايا؟
يا نهارك اسود مره واحده الحق عليا كنت عايز اعملها لابني فجاه يا سلام ما طلعتش مفاجاه حلوه على العموم يعني باباكي رفضني يا ستي بيقول ان احنا ما نعرفش بعض كويس بس اراهنك ان اكتر حاجه مضايقاه انك تسافري كان لازم تقولي انك جايه عشان اقولك تدخل عليه ازاي وتقول له ايه دخلتي احسن من اللي انا دخلتها واحد بيزنس مان وماله هدومه المهم خدي لنا ميعاد ونشوف دخلتك هتعمل ايه لا يا راجل انت فاكرها بالسهل قوي كده طب اعمل ايه يا دينا انا عايز اسافر وقبل ما اسافر عايز انجز الموضوع ده يا احنا لو انجزنا حاجه مش هتيجي اختك في الاخر وتبوظ لنا كل حاجه لا ما تقلقيش انا قايل لها ان انا هتجوزك سواء وافقت او ما وافقتش اوكي طب استنى مني بقى تليفون يمكن اصلح اللي انت بوظته ماشي ما قلتليش مالك بتحلوي كده ليه كل يوم ها الو هاي دينا ازيك انا شريف معلش لو بكلمك يعني بس اصل بكلم ايمان بقالي يومين ما بتردش عليا وانا شعرفني هي ما بتردش عليك ليه اصلا طب هي تعبانه او حاجه لا مش تعبانه ولا حاجه طب بص من الاخر بقى كده يا معلم مامتك قابلت امي من وراك وفهمتها ان هي مش موافقه على الجواز بتاعتكم اوكي ليه قابلت ايمان من ورايا؟ ليه قلت لها انك مش موافقه على جوازي منها؟ كنت متاكده انها هتبلغك وانا كنت متاكد انك هتظلميها اختها اللي قالت لي عشان ما بتردش عليا من ساعتها انا عملت اللي اي ام في مكاني كانت هتعمله انا كنت فاكر ان اوحش حاجه ممكن تعمليها انك ترفضي مش تروحي لها من ورايا عشان تبعديها عني زي ما اكون عيل صغير ومش عارف مصلحتي فين قلت لك ان انا ما اتغيرتش غير معاها وبرضه ما قدرتيش هي قد ايه مهمه بالنسبه لي يا ابني حرام عليك فوق من اللي انت فيه بقى انت سرقاك السكينة فرحان بدور الفارس اللي انت بتلعبه معاه حاسس برجولتك علشان واقف جنبها في عجزها لكن اول ما تتجوزها هتكتشف انك كنت محتاج واحدة غيرها وانت مالك انت متعرفيش حاجة اصلا معرفش حاجة ايه يا شريف انت مخبي عني ايه اتكلم احنا مش هينفع نتكلم مع بعض تاني خلاص انا فتحت لك قلبي مره واحده سبت ابويا وجيت وقفت جنبك في محنتك وانت مش هين عليكي تقفي جنبي في اهم موضوع في حياتي عملتي زي ما كنت بتعملي معايا وانا عيل صغير لما تروحي المدرسه من ورايا عشان تحللي مشاكلي مع المدرسين انا غلطان انا وثقت فيكي يا شريف هتسيبني تاني ويا ترى هتروح فين المره دي هتروح تقعد في اوتيل ولا هتروح عند ابوك وتقول له اصل اتخانقت مع ماما ما هو ده اللي همك ان بقى ما اعرفش ان احنا اتخانقنا مع بعض وتقول لي انك اتغيرت انت يا ابني ولا اتغيرت ولا حاجه انت زي ما انت اول ما تتنرفز وتتخانق شويه تجري على اوضتك وتلم هدومك وتحطها في الشنطه وتروح عند ابوك لو زعلان مع ابوك بترجع لي لو زعلان معايا بتروح له ايه عاوز ايه بتهددنا احنا الاثنين ببعض اوعى تفتكر ان انت تكون بتضغط عليا علشان اوافق على جوازها انا اصلا مش مقتنع بيها لاني متاكده مليون المية انها لا يمكن تستمر بقولك يا شريف انا خلاص زهقت وقرفت اللي انت عايزه اعمله
أنا فكرت في الكلام اللي أنت قلته لي، مستعدة أصدقك بس بشرط. إيه؟ زي ما حلفت لي إن أنت ما خنتنيش، تحلف لي إنك مش هتعرفها تاني. طبعًا يا عز، ده مش عشانك، ده عشاني أنا كمان. عز أنت مش فاهمة أنا كرهت نفسي قد إيه بعد ما سبتها تفرق ما بيني وما بينك. يعني هتقدر تطلعها بره حياتنا؟ اعتبري دي مسؤوليتي من دلوقتي. بس دي بتشتغل معانا في شركة واحدة. ده موضوع مش عارف أعمل فيه أي حاجة يا عز. ليه؟ إحنا ممكن ندور على شغل جديد في شركة تانية، إحنا الاتنين. حاجة زي كده هتاخد وقت. تاخد زي ما تاخد. المهم إن الموضوع يفضل في بالنا. حاضر. خلاص بعد فرح آدم تروح تقابل بابي وتتفق معاه وتقول له إن إحنا قررنا نرجع لبعض. وليه بعد الفرحة؟ ليه ما روحش قابله دلوقتي وتبقى الفرحة فرحتين؟ أنا بس مش عايزة أشغلهم في البيت دلوقتي بحاجة غير الفرح. حاضر. بس أنا عايز أطلب منك طلب. أطلب. أنا مش هشغلك عن شغلك، بس ما تخليش شغلك يشغلك عني. ومش هستعجل نكون أب، بس ما تحرمنيش من الحلم ده. كل شيء بقى وانيا. حلو دي، مطلوب ممرضات، مش حلو. مهندسات، مهندسات، حلو. مهندسات. أيوة. ادم يا عصام، ايه يا ابني اللي انت عامله ده؟ انا فارش بس عشان الارض ما تتوسخش. حسب حسب ايه يا عم؟ ايه الاخبار يا عم؟ هتدوس عليها. انا عرفت ان بابا رفضك من الشركه، مش عارف ان كنت مستخبي عندك هنا. كويس ان انت بتعترف ان انا ضحيتك وان انا اترفدت بسببك. يا عم انا اللي بعينك اصلا. خلاص يا عم، واحده بواحده يا عم، ما انت ما تجيبش في حاجه وحشه. طيب عموما ما تقلقش، انا هضغط عليه لغايه لما ارجعك تاني. ايه ده ايه ده؟ هو انت فاكرني ان انا قاعد مستني الشغل بتاعكو؟ يا عم انا تليفوني ما بطلش يرن، ده انا مين شركة البرناني؟ والله؟ اه. امال ايه الجرايد دي؟ لا ده انا بدور على وظيفة خليها. اسمع، اخبار جميلة ايه؟ قول كده بقى، ده انت جاي تطمن على جميلة مش جاي تطمن على مستقبلي. إيه اخلص يا عصام. هي قالت لي لو ادم سألك قول له انا كويس. يعني ايه؟ تعبت قوي بعد ما انت مشيت اخر مرة. هي صحيح مش عايزه تسيب الشقه بعد ما عرفت ان انت خلاص هتتجوز، لكن هي تقريبا قافله على نفسها ومش عايزه تشوف حد. ازيك يا جميل؟ الحمد لله. كلمتك كذا مره ما ردتيش عليا، قلت اجيلك بنفسي. ما كانش له لزوم، انا عارفه انك مشغول بترتيبات الجواز وفرحك الخميس الجاي. عصام هو اللي قالك؟
خبر زي ده صعب يستخبى. عملت بنصيحتك، كنتش اقدر اسيب نهى بعد ما عرفت ان هي حامل. يبقى تعمل بنصيحتي المره دي كمان وما تجريش هنا تاني. ازاي قدرت تقوليها يا جميله؟ حطيت نفسي مكانها، هي اكيد ما تعرفش انك عندي دلوقتي. وانا احط نفسي مكانك دلوقتي هتعملي ايه من غيري؟ هعتبر ان احنا ما شفناش بعض من ساعه ما سيبنا بعض من 18 سنه. تبلا، انا كنت جايه اطمن عليك يا جميل، بس ما كنتش اعرف ان انت عندها. انا كمان كنت جايه اطمن على جميله، كلمتها كتير ما كانتش بترد عليا. مفيش مشاكل، يا ريت بقى يا ادم تسيبنا لوحدنا شويه عشان عندي كلام كتير عايزه اقوله لها. على فكرة أنا قابلت مدحت والد دينا وطلبتها منه. أنت إزاي تعمل كده من ورايا؟ ما أنا قلت لك ورفضتي، وكمان عرفتك عليها وكسفتيني قدامها. وأبوها قال لك إيه؟ طمني، رفض هو كمان. خدني بذنبك زي ما أنت خدتيها بذنبه. ماجد يا حبيبي، احمد ربنا إنه ما وافقش، كنت هتتعذب معاها طول حياتك. ليه يعني؟ هو أنا هتجوزه هو ولا أتجوزها إيه؟ ماجد يا حبيبي، انت لازم تعرف ان الشاب لما يتجوز واحده بيتجوز معاها عائلتها كلها. لا مش في حالتي، لان انا واخدها ومسافر. بس مش هتفضل طول عمرك بره البلد، اكيد هيجي يوم وترجع بلدك. مين اللي قال لك كده؟ دينا كمان عايزه تعيش بره، وانا ملياش اي حاجه هنا ارجع لها. انت عندك اختك. اختي اللي ما رضيتش تقف جنبي في اهم موضوع في حياتي؟ ماجد انا عشان واقفه معاك بحذرك من دينا وابوها. طب الراجل وعندك مشاكل معاه من زمان، البنت مالها؟ واحدة تعرفت عليك بسرعة وافقت تتخطب لك أوام، مش بتتكلم غير على السفر. أنا حاسة إن هي عاوزة تتجوزك عشان تسافر معاك وخلاص. بص يا ليلى، ما تحاوليش تكرهيني في دينا عشان أنت كارهة أبوها. ماجد أنا بقول لك اللي أنا حاسة بيه وخلاص. ده اللي أنت حاسة بيه، بس أنت ما تعرفيش أنا حاسس بإيه. على فكرة أنا خدت عنوان البيت هنا من مدحت، وفرحت قوي لما عرفت إن أنتي سبتي بيت عمك بعد كل اللي عمله فيك. وعلى قد ما أنا فرحت، على قد ما أنا خفت لما عرفت إن أنتي قاعدة هنا لوحدك. حتى أنا في بيت عمي كنت لوحدي. جميلة، أنا جاية أقولك آدم خلاص هيتجوز نهى وأكيد هينشغل بيها، بس أنا كمان هفضل مشغولة بيكي وبفكر فيكي زيك زي بناتي بالظبط. أنا عارفة حضرتك تقصد إيه، عايزة تاخدي مني وعد إني أبعد عن آدم وأسيبه لمراته. يكون في علمك لو ما كنتش بحبكم انتوا الاتنين ما كنتش فكرت بالطريقة دي. أنا عارفة إن انتي وآدم مالكوش ذنب في كل اللي حصل، بس برضو كمان نوع ما عملتش حاجة وحشة علشان هو كمان يظلمها بسببك. ما تخافيش، من كتر الظلم اللي شفته في حياتي ما بقتش عارفة أظلم حد. الدنيا علمتني ما اقدرش اخد منها كل حاجة، بس كمان الدنيا علمتنا اننا لا نضعف ولا نيأس. لو كنت هضعف كنت ضعفت من زمان، بس ربنا قواني على العذاب اللي شفته في حياتي، وهفضل قوية لحد ما اخد حقي من عمي. ربنا يا جميل يقدرني وهعوضك عن كل اللي فات، وهفضل جنبك لحد ما ربنا يرزقك بابن الحلال اللي يستاهلك وتستاهلي، وانا بنفسي يا ستي لحذفك عليه.
اتفضل يا بابي.